لا تفوت سبايدي وأصدقائه المذهلون على ديزني جونيور، لكن أولاً فلنشاهد لحظة سحرية أخرى. قام شخص ما بتقليص حجم فريق الأبطال الخارقين وأصبحوا الآن مجموعة من الأبطال المصغرين. المدينة معرضة لخطر الانكماش والسقوط في يد شرير عملاق. ها هو إشعاع التصغير، أعرف ما يجب فعله. هواء المروحة سيحملنا لهناك، هيا. منعش، والآن نغزل طائرة شراعية. أنت على حق، حتى لو كان حجمنا صغيراً سنفعل أشياء كبيرة. كال، مهمتك حراسة العناكب وليس ارتكاب الحمقات. سأقوم بتصغيرك، وأنت أيضاً. اقتربنا كثيراً لنصل للجهاز قبل أن تصغر المدينة. يبدو أن كال يحرسه، سيرانا قبل أن نصل إليه. وقت التخفي. يا كال، الآن تراني والآن لا تراني. ها أنا ذا. كنت جيداً. قائمتي جاهزة. وقت تصغير المدينة مبناً بعد مبنى حتى أصبح أكبر شريرة على الإطلاق. فليبدأ التصغير. كال، كال، استيقظ. لا وقت للنوم. ومتى هربت تلك العناكب؟ ابدأ البحث يا كال، إنهم هنا في مكان ما. دقوق، تبحثوا عنا لنصل لجهاز الإشعاع. لو أدرنا الزر لهذا الاتجاه سيكبرنا من جديد. إنه كبير بالنسبة لي. هيا نتعاون مثل نملك، سنسحب معا بنفس الوقت بشباكنا. إطلاق الشباك. نجحنا، والآن سنعود لأحجامنا الطبيعية. إذن كيف سنشغل الجهاز ونكبر أنفسنا في نفس الوقت؟ بخداع دوك أوك وجعلها تعيدنا لأحجامنا الطبيعية. يستحق المحاولة. سوف أستطيع العثور على هؤلاء الأبطال الصغار باستخدام النظارات المكبرة. نحن قادمون. ها أنتم. لا تتحركوا حتى أمسك بكم. حسناً، إذن سأصغركم أكثر بإشعاع التصغير حتى تختفوا. حسناً يا فريق، استعد. خدعة. مهلاً، ماذا؟ برغم حجمهم الصغير إلا أنه بالعمل معاً واستخدام المهارة الكبيرة تمكن فريق الأبطال من الانتصار في النهاية. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر ولا تفوتوا ديزني جونيور لمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة.